أهلا وسهلا بكم جميعا في مهرجان القدس لموسيقى الجاز. باسم ناصر معكم في برنامج تقاسيم ليلية Night Rhythms. تقاسيم ليلية Night Rhythms سول وجاز ودائما بامتياز على أمواج 91.5 FM. أنتم في الاتجاه الصحيح. اليوم حلقة خاصة نستعرض فيها مهرجان القدس لموسيقى الجاز. المهرجان يقام في قاعة جمعية الشبان المسيحية YMCA في القدس من 18 إلى 24 أذار 1999. تقيم المهرجان مؤسسة يابوس للإنتاج الفني برعاية Guiding Star, Net Tours, Jericho Village Resort وجريدة الأيام وراديو أمواج الإذاعة الرسمية للمهرجان. أعزائي المستمعين، الجاز عبارة عن فن حر ينبع من أعماق الإنسان ليعبر عن الفرح وعن الحزن. كان الأفارقة أيام العبودية في الولايات المتحدة يغنون ويقرعون الطبول ليعبروا عن ألامهم ومعاناتهم وربما أيضا عن فرحهم في بعض الأحيان. وفيما بعد أضحت هذه الموسيقى في الكثير من بلدان العالم رمزا تعبيريا للثورة على الظلم والعبودية. بدأت أشكال متنوعة من الجاز بالظهور كنتيجة لدمج الجاز مع موسيقى أثنية من جميع أنحاء العالم. مثال على ذلك هو دمج العود الشرقي إلى جانب آلة الساكسفون. بلا شك هذه الموسيقى وهذا الدمج جديدان في فلسطين، ولكن روحانية هذه الموسيقى وحسها المليء بالأمل والعزة بالنفس تليق بشعب عانى الكثير نتيجة الظلم التاريخي الذي تعرض له، فهو يقف صامدا بعزة وأمل ليجاب التحديات والمصائب. للمرة الثانية على التوالي تقوم مؤسسة يابوس الإنتاج الفني بتنظيم مهرجان القدس لموسيقى الجاز. هناك 6 عروض تحييها فرق عالمية وفلسطينية من 18 إلى 24 أذار 1999. خلال المهرجان وأثناء النهار سيكون هناك ورشات عمل تقدمها الفرق المستضافة بالتعاون مع المعهد الوطني للموسيقى والموسيقيين المحليين. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بمؤسسة يابوس على هاتف رقم 626-1045. نبدأ حلقتنا الخاصة مع فرقة برادلي ويليامز and his original 21st century review من مدينة شيكاغو، والتي ستقدم حفلاتها في القدس يوم 18 أذار 1999 وفي بيرزيت يوم السبت 20 أذار 1999. عازف بيانو الجاز برادلي ويليامز وفرقته التي تتكون عادة من 3 مغنيين وراقصي إيقاع و7 عازفين وشاعر تعتبر فرقة مميزة ونادرة، حيث أنها تمزج ما بين عزف موسيقى يتراوح أسلوبها من الموسيقى الدينية الأمريكية غوسبل إلى موسيقى استعراضية شو تيونز، وبين المسرح المتمثل في الفرقة براقصي الإيقاع تاب دانس والشعر. أثناء عرضه في مهرجان القدس لموسيقى الجاز سيقوم برادلي وفرقته بعرض معزوفاته وأغاني الجاز الخاصة به. يصف برادلي هذه التجربة الموسيقية بأنها تجربة رائعة لي ولأفراد فرقتي، لأننا نشعر بالإلهام والتحدي وجمهورنا يلتقط هذه الطاقة النادرة التي تتطور أثناء العرض.
upon a single note. Other notes are bound to follow, but the root is still that note. Now this new one is the consequence of the one we've just been through, as I'm bound to be the unavoidable consequence of you. Note, as I must come back to you, I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, re mi fa sol la ti do, he will find himself with no show. Better play the note you know. سمعنا إلى لحن بعنوان One Note Samba من تأليف أنطونيو كارلوس جوبيم، ومن عزف فرقة برادلي ويليامز and his original 21st century review من مدينة شيكاغو. ونبقى مع فرقة برادلي ويليامز، ومن أهم النقاط التي حولت موسيقى برادلي ويليامز هو انضمامه لفرقة قائد الأوركسترا والموسيقى الجاز الشهير وودي هيرمان. في هذا اللحن يقوم برادلي باستعمال جزء صغير من أحد معزوفات وودي هيرمان بعنوان Woodchopper's Ball، وينظم لحن جديد يعبر عن ولاء برادلي إلى واحد من أمثاله العليا. نستمع مع بعض إلى لحن بعنوان For Woody. إلى وودي.